من ضمن الأسئلة، اخد اي سي 3 ولا اخد اي سي دي ال؟ تنصحني اخد ده ولا ده، ولا اكتب ايه في السي في؟ انا نصيحتي ما ناخدش ولا ده ولا ده، الاثنين دلوقتي في الوقت الحالي من وجهة نظري الشخصية مرة تانية ما لهمش اي لازمة، لانه اللي بيتم النظر ليه في الوقت الحالي انت كشخص عندك القدرة انك تستخدم الكمبيوتر ولا لا، او في حاجات كتيرة ممكن تثبت نفسك بيها في السي في بده. اقدر اثبت ده باكتر من حاجة. اول حاجة ان انا اقول اني عندي القدرة ان انا اشتغل على الاوفيس، عندي القدرة ان انا استخدم الايميل، فاكيد اللي هيقرأ حاجة زي كده هيقول ايه؟ هيقول يا جماعة الشخص ده عنده القدرة على ان هو يكون عنده استخدام للكمبيوتر. لكن انا اقول اي سي دي ال واي سي 3 واي سي معرفش ايه، واي مهما كان هتدفع فيها مصروفات، وعلى فكرة الحاجات دي هتلاقي حاجات كتيرة جدا جدا شرحها على النت، فبلاش نضيع فلوسنا وبلاش نضيع شهادة على الفاضي ونملى في السي في بحاجات خلاص بقت قديمة، كان زمان في الأول مطلوبة في بداية الألفينات و2005 وكده، لكن دلوقتي ما بقاش ليها أي اهتمام. وربنا يوفقك.